ثانوية عامة عاوزة منك واحد فروت شوية، بيعرف يربط الحالة بأرقام بأحداث بأفهام، ما تعيش الحالة إنها جبل، لا، يعني أنا دايماً لما لاحظتها دي قلت إيه ده الموضوع ده متطور شوية، إذا كنت أنا مش فاهم الأساسيات دي هفهم ده. السلام عليكم ابنائنا وبناتنا طلاب الصف السادس الثانوي. طبعا كل واحد فيكم داخلين حاليا على مرحله التوتر، مش عاوزين الكلام ده، احنا عاوزين في مادتنا ماده الكيمياء يكون عندنا اتزان وثقه بالله عز وجل. ولو انت حاليا بتذاكر في باب العضويه ما تركنش في الباب الاول والثاني والثالث والرابع، ما هتعمل ايه؟ لا، ابدا حل عليهم حاليا. احنا شغالين في العضويه لكن لازم نعمل مراجعه. نراجع ازاي؟ يعني لازم تبص كده على الباب الاول والثاني والثالث والرابع. ولو انت عاوز ملخصات، يعني عاوز تلخيص للباب الاول او الثاني او الثالث او الرابع، واحنا رحنا فين، ما احنا مع بعضينا، ادخل على قناتنا، ادخل على قوائم التشغيل واكتب ملخصات، او ما تعبكش انت من على النت من خلال جوجل، بس اكتب ملخص واكتب اللي انت عاوزه، ملخص قوانين الباب الثاني، ملخص قوانين الباب الثالث، ملخص قوانين الباب الرابع. باذن الله تعالى هتلاقينا ترند معاك، وهتلاقي فيديوهاتنا مكتوب اي ملخص قوانين هتلاقينا احنا اول ناس، علشان احنا بنهتم ان الطالب يكون عنده المام بالماده. لو ذاكرته للسنه ونمت وتعبت الفتره دي وقلت لي انا زهقت، يبقى انت ما عملتش حاجه. لكن اللي بيشد حلو هو الطالب المتميز، وعلشان نساعدك لازم تدخل معانا في قناتنا، وهتلاقي قوائم التشغيل فيها ملخصات وفيها حل تدريبات وفيها حل كتاب الامتحان، وبعض كمان الكتب اللي انت ممكن تبقى صعب عليك تشتريها. واحد يقولك مش عارف اجيب مثلا مراجعه كتاب، خد نسخه هديه، خدها بي دي اف، ادخل عندنا في القناه وحملها بي دي اف. ايوه، هديه مجانا من غير مقابل. ولو انت عاوز كتاب الموسوعه هتلاقيه، عاوز كتاب مندليف هتلاقيه، كتاب افوجادرو، اي نسخه انت صعب تشتريها بره ادخل عندنا في القناه وحملها باللينك. يعني ازاي يا مستر؟ يعني هتلاقي الفيديو موجود عندك يا شباب، ومن تحت تحت الفيديو هتلاقي في الوصف في الديسكريبشن هتلاقي كده تحميل كتاب اللي انت عاوزه. اكتب بس انت في الاول كده على اليوتيوب تحميل كتاب كذا، الكتاب اللي انت حابه هتلاقيه برضو ترند عندنا، هنظهر لك احنا. تشوف شوية الفيديو، ومن خلال مشاهدة الفيديو تحتيه في الوصف، وصف الفيديو، هتلاقي ايه؟ اللينك، حمل كتاب. يبقى انت تحميل كتب هتلاقي، ملخصات هتلاقي، مستني ايه؟ تابعنا. ابعت اسئلتك، ابعت اسئلتك على التليجرام قناه فهمني كيمياء، ابعت اسئلتك على فيسبوك قناه فهمني كيمياء، اكتب بس قناه فهمني كيمياء تمام، وابعت لي الاسئله على التليجرام او على الفيسبوك، احنا معاك، احنا عايزين نساعد بعض بحيث نعدي الازمه اللي هي التوتر بتاعت الطلبه دي. هننتظركم ومش عاوزين نتاخر على بعض، ونشوفكم ان شاء الله على خير. هنعمل معسكرات هنحل فيها بالساعة والساعتين ونلخص فيها مناهج كاملة. الكيمياء فيها عضوية وغير عضوية، ابدأ بذكر الله هتلاقي قلبك انشرح، هتلاقي نفسك بتستغفر بتتوب. يا سلام لو تتوضى وتقوم تصلي ركعتين وتتعبد، تحاول تنسى كل حاجة وحشة انت عملتها في حياتك، لا العضوية باقية ولا غير عضوية باقية، عملك الصالح والطيب هو اللي باقيلك. ده بالنسبة للكيمياء. مش هتشتغل بيه خالص، اللي هو السيلينيوم، اسمه سيلينيوم جروب 5 ايه، مش بتشتغل بيه. لو قعدت تدور عليه في منهج السنه مش هتلاقيه، بس تبقى عارف ان هو معدود تبع مين؟ تبع الفلزات. الجدات الفلزات فيهم كام؟ عزو كام؟ اربعه. اربع عناصر في السيلين ايه؟ ثلاثه. خس واحد افهمك، خلي عندك ثانويه عامه عاوزه منك واحد فروت شويه، بيعرف يربط الحاله بارقام باحداث بافهام، ما تعيش الحاله انها جبل، لا، يعني انا دايما لما لاحظتها دي قلت ايه ده جروب 7 ايه؟ اربعه، خف منهم واحد انتوا كام؟ خف منهم واحد انتوا كام؟ يبقى انا عندي هنا هيطلع كام واحد؟ اثنين. ان وايه؟ وبي. خف منهم واحد يبقى جروب 4 ايه يا جميل؟ واحد بس، مش ملاحظين ده واحد بس اهو. وهنا كام دول؟ هنا كام دول؟ ثلاثة. وهنا كام دول؟ أربعة. لحد الآن كده اللافلزات كام شخص؟ كده دول 10 يا مستر، فين ال 11؟ دول كل 11. قلت لك ما فيهم واحد اسمه هيدروجين هترضاه من بدري. فالهيدروجين مش عايش معاهم، عايش بعيد مع مين؟ بس هو معدود منهم. إيه؟ بس معدود منهم. معدود منهم ليه؟ لأنه غاز زيهم. عارف زي ما بيقولوا إيه؟ أنت من أنت يا ابني نوعك غاز، ايه اللي يخليك تترمي مع الواد الصلب اللي هو فلز؟ قال لي اه انا اصل انا معايا جربتولهم واحد. عايز زي ما بيقول الجوع خلاه يعمل كده، قال انا اصل معايا جربتولهم واحد، هتحط لهم على العيال ديت، دي يعني جيلان يعني اللي معاه 17 واللي معاه 19، انا معايا جربتولهم واحد مش فارقه معايا. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا هتحط مع دول
الالكترون بتاعي ده افقده زي الناس اللي بتفقد ورقه النقد. طب انت لو خدت الالكترون، لو خدت الالكترون عليه ده ساعة ما اخد الالكترون عليه بيعتبروني رجعت العقلي وحطوني مع اللافل للذات، عشان كده الهيدروجين محير. اذا فقد الالكترون يبقى ايه؟ عامل مختزل، واذا اكتسب الالكترون يقول تشبه بايه؟ باصحابه الاساسيين اللي هم منهم بيكتسبوا، هم العيال دي اسمها ايه؟ اللي هي اصلا لافل للذات اللي عامل ماكس، اللي عامل ماكس ده تبع ايه؟ اكتسب ولا اكتسب؟ اكتسب. ركز معايا عشان الكلام ده تحس ان انا بنقول ده يعني اللافل لسه بيكتسب، خلي بالك. من واحنا في اعداد كده يقول لك ايه؟ اللافل للذات تكتسب الالكترونات. مش كده ولا لا؟ مين مش فاهم؟ طيب اللافل للذات كم واحد يا استاذه؟ ها؟ اللافل للذات كم واحد؟ 11. في منهم شخصيه رميناها بره اللي هو مين؟ الهيدروجين. الهيدروجين هيقعد مع مين؟ عامل مختزل. فنيجي هنا ونقول هنا تحتيه ليثيوم، تحتيه صوديوم، تحتيه بوتاسيوم. عائلة كبيرة، ده كل ده اسمه جروب مين؟ 1A. يبقى عندي هنا في جروب 1A، وفي بعد كده هلاقي مين؟ جروب مين؟ 2A، خلاص؟ وفي بعد كده اكيد جروب 3A. الناس دي مسيطر عليها مين؟ الغلاز. اما من اول الاربعة فيها كربون واحد بس اهو، مش ده اللي تحت. طيب اللي تحتيها يكون مين؟ يكون ده شبه، من غير ما اعرفه شبه. على طول الفواصل ما بين الفلزات ولا الفلزات الشبه، يبقى بعد دول هيبقى مين؟ شبه. بعد الثلاثه دول هيكون مين اكيد؟ شبه. بعد الاربعه دول هيكون ايه؟ شبه. استفدت هنا كده ان الاشباه عايشه وسيط ما بين مين ومين؟ الفلزات ولا بين اللا وبين الفلز. اتفضل. هو المفروض ان هو بعد برضه اللي فوق البرشيش بس. هنا في واحد ايه؟ بالظبط. ايوه. عشان كده السري ايه؟ السري ايه يبدا بشبه فلز. بعد كده يظهر بعدين مين؟ الفلز. فهتلاقي البي ده شبه فلز ويدور عليه هتلاقي شبه فلز. فاحنا فكره جدار حاجز فعلا موجوده. اه يعني ما بين الكربون وما بين الفلزات اللي هنا مين قاعد لك البي؟ خلاص؟ طب ده مين ده؟ يعني ده مين ده؟ ها؟ شبه تحتيه فلز. ده ايه ده؟ لا فلز بعدين؟ يبقى ممكن يظهر بعد الشبه مين؟ ماشي. ده مين ده؟ ده وده؟ لا فلز ولا فلز وده؟ بعديه يظهر مين؟ شبه. ده لا ولا ولا لا فلز لا فلز لا فلز شبه ممكن يظهر بعديه مين؟ فلز. لا ولا 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 يبقى بعد كده شبه ممكن يظهر فلز. الفكره في ايه؟ ممكن لا ده اكيد، بس اللي هيظهر هنا من العناصر اللي هي المصنع اللي يتم تصنيعها، يعني هيبقى العدد هيبقى عدى 92. مش عناصر طبيعيه. مش عناصر طبيعيه، هم جمعوا العدد وليدوا سلوك العنصر المكون ده من النوع اللي بيفقد الالكترونات، مش من النوع اللي بيكتسب، من النوع اللي بيفقد، مش من النوع اللي بيكتسب. ان النوع اللي بيفقد اسمه ايه؟ فلز. فلز. عامل مختزل. انا عايز اقول ايه؟ العامل المختزل ماله اصلا؟ فلز. فلز. ماله؟ والعامل المكسب ماله؟ فلز. ما عدا؟ ما عدا الهيدروجين. ساب. ساب مين؟ ساب الفلزات. وعاش مع؟ فلزات. عشان جاي انا عايز الكترون واحد، هتبصوا لي فيه انا هفقد وخلاص يا اخي، سيبوني عايش زي ما انا عاوز. يبقى لا فلز الوحيد اللي طلع عن شعوره وساب اخواته ومشى وقعد وسط الفلز ده الهيدروجين. عشان كده خلي بالك يقول لك العامل اللا فلز، ممكن شايف الامتحان كده، عنصر لا فلزي، عنصر لا فلزي خلاص يستخدم كعامل مختزل. دي لو قعدت ادور عليها في المنهج مش عندنا السنه دي، بس دي يقول لك من التراكم المعرفي. طب في اعدادي وسنه واحد شرحها لي، دي كده مشكله ان هو بيعمل ايه بتاع الامتحان بتاع الثالثه؟ يرمي سؤال من اولى وثانيه ويحط سؤال كده اساس، فالطالب يقول لك ما عندناش السنه دي، ويفضل يجرب في ورقه المفاهيم ما فيش، ما انت المفاهيم مش جايبها لك غير بتاع السنه دي بس. وبالتالي خلي بالكم اه المره الاخيره عامل ها مختزل نوعه لا فلز. نوعه مين ده؟ لا فلز. ده عامل مختزل نوعه لا فلز بيعمل ايه سعادته؟ يفقد. اللي هو مين؟ يعني انا بوصف مين؟ بوصف الهيدروجين. العنصر الوحيد اللي لا فلز اللي بيفقد. العنصر الوحيد اللي لا فلز يفقد ويتعامل بانه ايه؟ فلز. يتعامل على انه عامل مختزل. عامل مختزل. تعالى كده نشوف معايا. اه لو اعطيت مثلا في الامتحان اف اي بلس مثلا واي. واي ده مش واضح مين هو. خلاص؟ مش واضح مين هو. مش واضح مين هو. فحددهولي. الكتاب اللي تحت ده فلز.
ده اكيد هيكون ايه؟ وقال لك ده عامل مكسب. ده اللي هو مين؟ عامل مكسب. هل العامل المكسب ده تختار انت ساعتها؟ تختار مين من دول؟ لو قال لي واي عامل مكسب اكسد الفلز، فهو اكسد الحديد يعني، فهو فلز ولا فلز ولا فلز ولا فلز؟ لا فلز. بدون معنى. طالما انت اتوصفت يا باشا ان انت عامل مكسب انت اكسبت الاصل والدم. اكسبت الاصل والدم. السؤال بقى ايه؟ عملية الأكسدة والاختزال عملية استبدالية، عملية منين؟ استبدالية يعني استبدالية؟ ينفع ينفع بس هنا بقى إيه؟ يبقى عليه الكترونات، عليه شحنة. عليه شحنة يعني مثلا زي كده أهو. سي آر بوزيتيف 3 مثلا. خلاص كده؟ واحد تاني هنا اف إي زيرو. الموضوع ده متطور شوية، إذا كنت أنا مش فاهم الأساسيات دي هفهم ده؟ الشخصية دي اقول له انت عاوز ايه؟ يقول عاوز الكترونات. عاوز الكترونات ليه؟ لان انا بص فاقد الكترونات، انا ايون. انا مين؟ ايون. فلازم افهم في الاول يعني ايه ايون. لسه شويه كده ركز معايا بس في الاول نفهم مين؟ العناصر. انا دخلت على الايونات ولا لسه في العناصر؟ في العناصر. لما اوصل للايون هقول لك ان في ايونات من الفلزات ممكن تكتسب الكترونات، تعوض اللي فقد. هي مش ده فاقد الكترونات اه؟ معهوش موجب ثلاثه يعني ايه؟ فقدت ثلاثه، عاوز يملى ثاني، عاوز يجمع. فبياخد من مين؟ ياخد من الحديد، ياخد من مين؟ بس سيبك منها السؤال ده، تاريخ العنصر دلوقتي، انا عندي ده على ايه؟ زيرو ده على مين؟ زيرو. طالما انت عليك زيرو يبقى انت هتفقد ولا هتكتسب؟ حدد نوع فلز يبقى افتر، لا فلز يبقى ايه؟ اكتسب. اما النوع ده اللي هو الايون لسه شويه نصبر عليه هنوصل له لحد. ساعتها انا بقول لك الايون ليه تصرف تاني. دلوقتي بنتكلم على مين يا اساتذه؟ العناصر كام نوع؟ اربعه. طيب الجلاب فلزات تكتسب ولا لا؟ تكتسب. تكتسب. السؤال بقى دلوقتي طالما ده لا فلز وده فلز، ده هيعمل ايه؟ ده اللي كان هفقد وده هيعمل ايه؟ بيكتسب. قلت له انت كده حصل لك ايه؟ قال لي عمليه، خلي بالكم عمليه اكسده وده عمل ايه؟ عمليه اختزال. يبقى عمليه اختزال عمليه ايه؟ اكتساب. عمليه الاكسده عمليه ايه؟ تفقد. العامل الاختزال الاكتساب صار بطل. العامل عكس العمليه. ايه العامل عكس العمليه؟ يعني اذا كنت انت فلز حصل لك اكسده، العامل انت كماده هتتسمى عامل مختزل. بصوا العامل عكس مين؟ العمليه. طيب بقى افهم كده تاني، ده مين ده؟ مش عمليه اختزال، عمليه ايه؟ اكتسب ولا ما اكتسبش؟ يبقى هنسميه ده عامل مكسب. العامل عكس مين؟ دي اللي هي ايه؟ السيم او يسموه ايه؟ اللي هو كلمه السر اللي هي يسموها ايه؟ ها؟ كلمه السر معناها ايه؟ العامل. العامل عكس مين؟ العمليه، عشان نرتاح من الموضوع ده. اول ما اسمع عمليه اكسده اقول له حصل له عمليه اكسده، اقول له انت اللي حصل لك عمليه اكسده انت عامل مختزل. وده حصل له عملية اختزال الجلد عامل ايه؟ عامل مكسب. العامل عكس العملية عشان نفهمها بشكل واقعي. الحرامي لما بيسرق هو بيكتسب ولا بيفقد؟ ها؟ بيكتسب. هو خد الفلوس دي من الحرام بس هكتسبها. اسمه سارق، يبقى السارق يكتسب اموال، صح؟ طيب في حين السارق عملية فقد ولا عملية اكتساب؟ فقد. يبقى العامل اللي هو السارق عكس العمليه ولا لا؟ مش فاهم حاجه. مش السارق عمليه فقد. السرقه فقد اموال والسارق اكتسب الاموال، يبقى العامل عكس العمليه. عكس العمليه في ايه؟ في مفهومها. يعني في حاجه واقفه من ده. في حاجه واقفه من ده. انت حطيت الثاني من فوق. ايوه. فلز عامل مختزل تمام؟ ايوه. ولا فلز عامل مكسب. ايوه. داخل هنا على الستور. ده؟ ازاي؟ فلز مش فلز؟ عامل ايه؟ طيب بص يا شباب ركز معايا. انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك حالا ان كلمه سرقه عمليه ايه دي؟ عمليه ايه؟ فقط. لما اقول لك سارق ده عامل ايه؟ شخص او ماده احنا بنسميها ماده، احنا بنسميها شخص صح؟ اكتسب اموال غير مشروعه مثلا، المهم ان هي اكتسب في الاخر صح؟ وده ايه ده؟ فقط.
يبقى العامل اللي هو السالب عكس العمليه. وهي نفس الفكره، اكسده فقط صح؟ طب فين العامل المكسد؟ اها اللي اسمه على اسمها طلع بيكتسب، طلع ماله؟ فالعامل عكس العمليه، يعني عامل مكسد اترمى في حته واللي عمليه الاكسده في حته، في حين اللي هو اللي على نفس الوتيره نقول لها انت حصل لك اكسده جامد عامل ايه؟ مختزل. فممكن تفهمها كده عكسها، يعني هو في حته تاني او اسمه غير اسمها. فهو حصل له ايه؟ ها اكسده واسمه مختزل. زي برضه انا بعتبرها بترجع احسن من كده، الراجل اللي هو الزبال هو اصلا منظف. احنا اللي بنرمي الزباله، احنا الزبالين، احنا اللي بنرمي الزباله، اللي احنا الزبالين. لما واحد يرمي الزباله كده هو المفترض هو بيعمل ايه؟ هو بينظف لنا صح؟ هو قائم بعمليه النظافه، في حين احنا بنسميه هو اللي بيزبل، مع انه هو بيزبل، احنا اللي بنزبل هو اللي بيلمها، يبقى هو صاحب العمليه. اتسمى بقى عكس العمليه. يعني سمى نفسه هو اللي بيزبل برضه ولا هو اللي بيلم الزباله؟ يبقى بص بص تاني، عمليه الاختزال اكتساب ولا فقد؟ لا عملية اختزال. في حين العامل المختزل عمل ايه؟ فقد. عملية الاكسدة فقد ولا اكتساب؟ فقد. في حين العامل المكسد ماله؟ اكتسب. يبقى العامل عكس العملية. ماشي؟ طيب الموضوع ده هيفيدنا؟ هيفيدنا عشان بعد كده لما يقول لي مين هو العامل المكسد؟ الجعان. العامل المكسد اولا لا فلس ولا فلس؟ هو بيكتسب. ده بعد ولا ده؟ لا فلس. ده فلس. طب يكتسب ولا يفقد؟ يكتسب. يكتسب. يبقى ها العامل المكسد بيكتسب، يبقى بيحصل لك اللي هو عملية أو أقول عملية يبقى أقول إيه؟ عملية اختزال. اختزال. أو أقول عملية أقول إيه؟ عملية اختزال. طيب ده يلا. إيه ده؟ عملية اكتسب. فقد ولا اكتسب؟ فقد. فقد. يبقى هيبقى عامل إيه؟ عملية اكتسب. عملية أيوه أكسدة. يبقى بص عملية اسمها أكسدة عكس العامل، عكس مين؟ العامل. تاني عشان الناس ما تسرحش مننا ومتابع. العناصر كم نوع في القديم؟ أربعة. أربعة. في الحديث؟ أربعة. أربعة. في نوعين في القديم مؤثرين على فكرة الأكسدة والاختزال، فأشهر ناس فيه الفقد، مين اللي بيفقده؟ الفلز. وأشهر ناس بيكتسبوا؟ الفلز. الفلز بيفقد؟ بيفقد. ويبدأ اسمه عامل مختزل. وده بيكتسب يبقى عامل مكسب. في شخصية بتفقد ولا في شخصية بتكتسب هنا؟ مين دول؟ بيفقدوا ولا بيكتسبوا؟ بيكتسبوا. في شخصية مين هو مترمى بعيد؟ مين؟ الهيدروجين. راح سابهم وراح طار عاش مع الفلزات. وانت قال له يا ابني تاني جابك هنا؟ قال انا الوحيد اللي هو ايه هيطلع لا فلز ما عدا مين؟ الهيدروجين هو الوحيد اللي طار بعيد عنه. طيب ماشي يا اساتذه، نرجع تاني عملية الاكسدة والاختزال، بس الاكسدة والاختزال من اصعب الابواب، من اصعب الحاجات اللي الطالب بيحتار فيها، مش كده انا بدات بيها الطالب. الاسهل بقى، ايه السهل؟ السهل اللي جاي لك. فلز ولا فلز؟ الاثنين دول بصوا يا اساتذه بيحبوا يعملوا ايه؟ يغيروا، ركز معايا، بيحبوا يغيروا ايه؟ الكتروناتهم. يعني ايه؟ الواد ده كان بيفقد وده كان بيكتسب، حد قاعد على حاله ولا غيروا نفسهم؟ غير نفسه. يبقى تاني مين اللي بيفقد مين بيكتسب؟ طيب قلت له بتعمل ايه كده؟ عملت معاه لقاء صح؟ قلت له يا ده فلز انت ولا فلز؟ بتعمل ايه كده؟ قال لي والله بعمل كده عشان نفسي استقر. ده وده عناصر نشطه. عناصر ايه؟ نشطه. فبيحبوا يستقروا ويبقوا شبه مين؟ الخامل. اللي مين اللي بيحاول يغير من شكله عشان يبقى مستقر؟ يطلع عليه كده. مين اللي بيحب يغير من شكله عشان يستقر؟ يبقى ده يفقد عشان يستقر، ليصبح مستقرا. ولا فلز يكتسب ليصبح مستقرا عشان يبقى شبه الغاز الخامل، لان الغاز الخامل شخصيه مستقره. ودي طبيعه البشر، وكان نحن البشر فينا شبه من العناصر. الواحد منا يبدا يشتغل عشان يستقر. يستقر فين؟ يستقر في حاجه من اثنين. لما يكبر يبقى معاه زي ما بيسموها خميره، يقعد يرتاح ويقول لك مش هشتغل خلاص، انا كبير طلع على المعاش استقر خلاص كده، او خلاص راح بعيد عن الدنيا دي، راح كده يستقر صح كده ولا لا؟ كده كده هيستقر ولا لا؟
كل التعب ده كله انت كنت ايه؟ كنت نشط. اول ما حصل استقرار بقيت ايه؟ الجفاني. الجفاني كل الناس ايه بتحاول تستقر في الاخر عشان تبقى شبه ده زي العناصر بالظبط. فقلت لهم انتوا كده بتمثلوا يعني بتتشبهوا. ما الممثل بيشبه نفسه بحد تاني. يعني الممثل لما يجي واحد عامل نفسه ايه مثلا طقي ولا عامل نفسه مثلا شرير، هو في الاصل ممكن يكون واحد تاني غيره خالص. يقول له انت ممثل، يقول لي ايوه. يقول له طب انا هسميك ممثل. من ناحيتين ممثل او ممثل الاثنين صح. فطلع الفلز ولا فلز بيمثلوا يعني ايه بيحاولوا يتشبهوا بالكامل يفقد لحد ما يستقر او يكتسب لحد ما يستقر. يقول ده اسمه تمثيل. انت بتحاول تشبه نفسك بالواد ده. قال لي ايوه. لمين كده الممثل؟ ممثل الفلز ولا فلز؟ يبقى اقدر اقول ان الممثل خد منه مين؟ الشبه فلز ده. لما تدوني معاكم تدوني معاكم معلش. قلت له يا ابني انت مين؟ قال لي ما انا الفاصل ما بينهم. معقول الواد ده هيتعب ويفقد او يكتسب وده يفقد وده يكتسب وده يفقد وانا ما في النص ماليش لازمه؟ اكيد انا بتشبه بحد فيهم. لازم انزل فيه. فانا برضه زيهم. يبقى كده مين اشبه الفلزات؟ اسف مين قال مين ممثل؟ ممثل كده. فلز ولا فلز؟ شبه فلز. ايه المعنى؟ يعني ايه؟ يعني ايه ممثل؟ يعني يحاول ان يفقد او يحاول ان يكتسب حتى يصل الى مرحله الاستقرار. يبقى معنى ايه معنى التمثيل هنا؟ يحاول ان يفقد او يحاول ان يكتسب ليصل الى حد الاستقرار. فالممثل كده بياخد كام نوع؟ ثلاثة. خلاص كده؟ الانتقالي الرئيسي والانتقالي الداخلي مفاجأة بقى. مفيش انتقال رئيسي وداخلي من الفلزات، مفيش انتقال رئيسي ولا داخلي من أشباه الفلزات، الانتقال الرئيسي والداخلي كله فلز. ليه طيب؟ ليه؟ علشان عدد العناصر الفلزات كانوا كام شوية؟ مش كانوا 95؟ خلاص؟ فمين اللي هياخد دول؟ اذا كان انت الممثل خد الناس كلها هل كده دول هياخدوا الخامل؟ اكيد في ناس تاني هنا مستخبايه ويقول لك انا برضه هدخل تبع مين؟ انتقال رئيسي. يعني ايه عصبيه يا مستر؟ عايز اقول لك ان الفلز لو فقد هيبقى ممثل ولو فقد بطريقه معينه هنسميه انتقال رئيسي. كده كده هيفقد ولا لا يا استاذه؟ بس هفقد بطريقه معينه، طريقه السلفه. يعني انت بالصفه انتقالي يعني انا اسلف الكترونات من اللي جنبيها علشان افقدها. قلت له ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ قال لي انت نسيت في ثانيه ثانوي اما ال 4 اس وال 3 دي. لما ال 4 اس كان معاه 2 وال 4 دي وال 3 دي معايا 4 دي ده كان بيستلف من ده ولا لا؟ 1 و5. بيقول لك الكترون ينتقل من هنا لهنا، ينتقل الكترون من هنا ويصبح هنا لاخر 4S1 3D5. فكره الانتقال دي هي اللي خلته انتقالي. هي اللي خلته ايه؟ انتقالي. لا دي حاجه ودي حاجه. لكن عايز اقول لك ايه؟ فلز يدخل تبع الممثل او فلز يدخل تبع الانتقال الرئيسي؟ شويه كده شويه كده. بس سواء انت فلز الممثل هتفقد، سواء انت ممثل سواء انت انتقال رئيسي هتفقد برضه. بس الفقد هنا كان فقد على طول مباشر. يعني الكتروناتك الموجوده من بره تفقد على طول، لكن هنا بيعمل حركه اللي هو ايه؟ الانتقال الرئيسي بيسلف اللي جنبيه او بيدي الاس بيدي الدي. بس الحركه دي سموها ايه؟ انتقال الالكترونات. فعشان كلمه انتقال الالكترونات دي خلوه غير الممثل، خلوه نوع تاني. تاني الفلز منه ممثل ومنه ايه؟ انتقال رئيسي. والفلز برضه منه انتقال ايه؟ داخلي. يعني انت لو عاوز تعمل كده تقول ان الفلز يدخل هنا ويدخل هنا ويدخل هنا. بس هيبقى ممثل لو اخره في اعداد قلت لي يا سلام بيشرحها لي ازاي؟ لو اخره اس او اخره بي يبقى ممثل. لو اخره دي يبقى ايه؟ انتقال رئيسي. تقول لي كده في الدرس الثاني ثانوي ولو اخره اف يبقى انتقال داخلي. يعني انا هنا اخره مين ده؟ دي. اخر التوزيع بتاعتي دي يبقى ادخل فين؟ انتقال رئيسي. طب خليني مثلا انا كان كده اهو مثلا 6 اي اس هيكون مثلا 4 اف يبقى انتقال داخلي. واخر الطوله محطوطه هنا يبقى ده تبع اف يبقى انتقال مين؟ داخلي فين؟ لكن لو اخر الطوله حطيته في الدي. طيب لو اخر الطوله حطيته في الاس او الدي يبقى ممثل. ممثل. انا مش قلت من شويه ان الفئات او اللي هي البروكات 4 اس وبي ودي واف
دون البلوكات اربعه في القاعده دي. لو الالكترون اللي انا هشيله من الاس يبقى ايه؟ ممثل. الالكترون لو انا هشيله من البي يبقى برضه ايه؟ ممثل. الالكترون لو انا هشيله من الدي كده رئيس. لو هشيله من الاف ده انت لو هتفقد كريم قلت طب وهو بيتكون اخر الكترون اتحط فين؟ يعني العنصر هو بيتخلق، العنصر هو بيتخلق اخر الكترون نزل في الاس، هقول له انت ممثل عشان الالكترون اللي اتحط في الاخر ده هو اللي هيتشال، هو اللي هيمشي. ما اخر الكترون اتحط، اخر الكترون هو الخارجي هو اللي بيفضل. يبقى كان الالكترونات الاخيره ان كان في الاس او البي فهو ممثل، في الاس ممثل يعني عايش في الاس او البي. طب يلا في الاس الانتقال الرئيسي اللي عايش فين؟ طيب يلا في الاس الانتقال الاخير يبقى مين؟ طب اللي في الاس مش في منه ممثل برضو؟ اكيد برضو الالكترون بتاعه ده فين؟ لكن مفيش لك فلز عايش فين؟ الرئيس. مفيش لك فلز فين؟ مفيش شبه فلز فين؟ الرئيس. ولا شبه فلز فين؟ اما الاشباه ولا فلزات استحوذ عليها الممثل. وكان الممثل ده لم انواع كتير، عارف زي واحد نزل السوق ما اشتراش كميه كبيره بس ايه؟ نجد قال بس ينزل لي نص كيلو من ده ونص كيلو من ده ونص كيلو من ده وروح بكميه انواع. الكوكتيل اللي روح بيه ده يقولوا له ده ممثل يا يقول لي انا خدت من الفلز شويه وخدت من الفلز شويه وخدت من شبه الفلز. حلو كده؟ فاهمين القصه دي؟ ده الممثل لم منهم كلهم ولا لا؟ ما قدرش ياخد ليه الخامل؟ لان هو اصلا ممثل يعني يحاول ان يتشبع بالخامل، فالخامل اصلا حاجه والممثل حاجه ثانيه. الممثل بيفقد او بيكتسب عشان يتشبع الواد ده في الاخر ما ينزلش معاه، ده بيبقى هو ايه شريك ليه. طب الانتقال الرئيسي والداخلي لما حد يقول لك الانتقال الرئيسي تبع مين؟ فلز تبع فلز ولا الانتقال الداخلي؟ ده ولا ده؟ ها؟ فلز فلز برضه. النبيل هو مين؟ طب ما يلا كده احنا عايزين نوصل الكلام ده تاني. هسألك مثلا من قبل ما امسك، ينفع يتشابه فلز انتقالي؟ لا. طب في ينفع شبه فلز انتقالي؟ لا. طب ينفع؟ يبقى ممثل بس. ينفع لا فلز انتقالي؟ لا ممثل بس. طب ينفع لا فلز انتقالي داخلي؟ لا ممثل بس. يبقى انا من ورايك نقدر نقول كده يعني حصر اللا والشبه في الممثل. صح. مفيش لا فلز في العالم ولا شبه الا في الممثل، مفيش لا وشبه في الانتقال الرئيسي والداخلي. لكن الفلز ابن اللذاذ ده الممثل ايه؟ انتشر، انتشر يعني انا فلز وممثل او فلز وانتقالي رئيسي او فلز وانتقالي داخلي. كلهم ازاي قلت له يعني؟ قال لي انا فلز وممثل لو انا اخر الكترون عندي عايش في الاس او البي. فلز وانتقالي رئيسي لو انا اخر الكترون عندي عايش في الدي. فلز وانتقالي داخلي يعني انا صفتي فلز وصفتي انتقالي داخلي وان انا معايا ايه؟ قلت له بص انا تهت يدينا ايه فرق التسميات دي؟ هنا مساله فقد واكتساب او في حالي ما نفقدش واكتسب، هنا فكره انت عايش فين؟ الالكترون الاخير هفقده فلز، هكتسبه لا فلز، ممكن ده او ده شبه، ما بفقدش وما بكتسبش ده انا خامل. ده الوظيفه ده هنا اخر الكترون هفقده عايش فين؟ في الاس والبي يبقى ممثل. اخر الكترون هفقده عايش في الدي يبقى انا انتقال رئيسي. اخر الكترون هفقده عايش فين؟ يبقى انا انتقال ايه داخلي. فاهمين حاجه ولا لا؟ لو حد سالني كده وقال لي بص اخر الكترون هفقده اقول له ما انت قلت هفقد يبقى انت فلز. عايش في الاس يبقى انت ممثل. اخر الكترون سيفقده العنصر عايش في البي. يفقد يبقى فلز. عايش في البي يبقى ممثل. هتفهم؟ طب اخر الالكترون هكتسبه هكتسبه يبقى انت ايه؟ لا فلز. عايش في البي ممثل. قلت له ما تتعبش نفسك اصلا كل لا فلزات ممثل. مش هتلاقي لا فلز عايش فين؟ يعني اصل ايه؟ الناس اللي عايشين في الانتقال الداخلي والرئيسي ما بيكتسبوش. ما بياخدوش الكترونات من حد، بيفقدوا بس. وان اخدوا يرجع لاصله، مش ياخدوا زياده. ياخد الدكتور عشان يرجع لمكانه مش يرجع لاصله. يرجع عشان يبقى زي مكان، لكن ما ياخدش الكترونات زياده على اللي عنده.
شخصيه كده في الدفتر ما تكتسبش. يعني اللايف ليز هو اللي بياخد زياده، اللايف ليز هو اللي بياخد زياده، والشيء ممكن ده او ده. مين ما بيمشي او حاسس ان هو صعب او لحد هنا كويس؟ فهمتوا التربيطه دي؟ اما الخامس كده كده بيريح نفسه ان انا لا اقدر اكتسب. تمام كده؟ طيب مين من دول يا اساتذه؟ مين من دول؟ شاور لي عليك يا ابو العلاء ده عامل واكسد. ينفع العامل واكسد؟ لا. ينفع ده يبقى عامل واكسد؟ لا. ينفع ده يبقى عامل واكسد؟ لا. لما يكون ايه؟ لما يكون فلز. طب ده ينفع يكون عامل مختزل؟ ينفع. لما يكون فلز. ده ينفع يكون عامل واكسد؟ لا. لا لا. عامل مختزل؟ لما يكون فلز هو اصلا ما فيش انتقال رئيسي؟ لا فلز. ده كلهم مالهم؟ ازاي؟ يبقى بص كده هحط كده زي فيكم حد درس منطق او يعرف يقول ايه كل كذا كذا مثلا كل الاسايده مثلا كل الاسايده مثلا ايه شطار مثلا هنا دي مش انت حصلتهم كده؟ يبقى كل الانتقال الرئيسي اللي طلع عندنا اثنين اوائل السنه ده الانتقال الرئيسي يعتبر ايه؟ كل الانتقال الرئيسي ايه؟ كل الانتقال الداخلي صح كده؟ لكن كل الممثل ما ينفعش اقول عليه ايه؟ ده اقول كل ممثل اما واما واما صح ولا لا؟ طب كل الخان النبيل؟ طيب عدد العناصر اللي احنا لسات فيها 11 12 11 مين انشط ناس فيهم دول ولا دول ولا دول؟ يبقى كل يمشي ناحيه اليسار بيزداد النشاط بتاع فقد الاكتساب بتاع ايه؟ وانا ماشي كده هكتسب اكتر ولا افقد؟ هكتسب اكتر. يبقى العيال دي بتكتسب احسن من دول، دول شويه على كده، ودول يكتسبوا احسن من دول، ودول يكتسبوا احسن من ده. يبقى اقل واحد في الاكتساب هو الكربون، ده وده يكتسب احسن منه، او اس واس اي يكتسبوا احسن منه، اف واس ال واي يكتسبوا احسن منه، يتخانقوا دول بقى. واحنا الاربعه من احسن واحد، الاف قال انا احسن واحد في الاكتساب، قلت له ليه يا ابويا؟ قال لي اصل انا اعلاهم في السالبيه الكهربائيه. قلت له الاسم ده مع الداعيه السنه اللي فاتت انا السنه اللي فاتت ده ليه؟ هو في الترم الاول كان بيديك حاجه اسمها قدره الذره على اكتساب الالكترونات اسمها السالبيه الكهربائيه. يعني ايه السالبيه الكهربائيه؟ قدره الذره على اكتساب الالكترونات، يعني انت الشاطر اللي قوي في خطف الالكترون من زميلك يجي معاك من جنبيك يقول له فين مطرطر؟ يقول فين؟ بيعيش يقول له اتفضل يا عم. يقول له يا ابني اللذين انت طلعت عامل مكسد. يقول له ايوه انا عامل مكسد شاطر جدا اللي هو مين الهف؟ ده اكبر الحراميه عمل الاو اللي هو اسم الباب باسمه مش اسمه عمليه الاكتساب عمليه لكن مين اللي طلع اشطر احسن منه؟ ليه طب سموا ده عمليه اكسده وعند ده طلع اشطر منه؟ زمان كانوا بيحسبوا التسجيل هم بس اللي بيعمل اكسده، لا طلع ناس ثانيه حواليه ناس كتير. فده هنا في العصر الحديث بيرتبوها في حسب القوه والضعف، مين اشطر واحد؟ الاف انا اشطر واحد اجيب الكترون في لحظه. قلت له انت ايه؟ اعلاهم في الاكسده. خلاص كده؟ يبقى لو اعطيت الامتحان اقوى العناصر المؤكسده يبقى اكثر ايه؟ اكثر العوامل المؤكسده هيختار مين؟ جروب سيب ايه كله واكثرهم؟ يعني هم كلهم ده اللي بيبقى عامل مؤكسده، فانت لو سمعت السين اللي عامل مؤكسده ما تتخضش. وقوي عامل مؤكسد قوي، عامل مؤكسد قوي، عامل مؤكسد اقوى؟ اف اف. تمام الحكايه دي؟ طيب هنا عامل مختزل قوي، عامل مختزل قوي، عامل مختزل اقوى. ايه ده؟ ده طلع القوه هنا بتزيد كل ما تنزل بقى. هي كل ما تطلع هي كل ما تنزل. فاقوى عامل مختزل تحت اقوى عامل مؤكسد فوق. ليه طيب؟ في نفس العمود ده. في نفس العمود ده بس هنا نفس المجموعه يعني. هنا ليه اعلاهم؟ قال لي علشان كل ما اكون صغير كل ما اخطف الالكترون ما حدش يحس بيا. فلما لقوا الاف ده اصغر عنصر فيهم كلهم بيعدي جاي جنب اي حد يقول لي اتفضل الكترونك، مش الكترونك برضه يقول لي انت خدت مني ازاي؟ يقول مش شايفنا ايه؟ فلور صغير في الحجم، لما كان الفلور اصغرهم حجما يستطيع ان يكتسب الالكترون بسهوله. اما ده هنا واحد زي ايه؟ السي اس ده. السي اس السيزيوم كبير في الحجم. فبيفقد الالكترونات كده ايه؟ الله زي ما بيقولوا، يعني الواد ايه؟ اي حد يعدي جنبيه ما تلطش منه الكلام.
ده تسمى منه اللي هو الالكترون. دلوقتي انت بتاخد منك الكترون يقول لي ما انا عامل مختزل. يعني ايه؟ بفقد الالكترونات. بس بتفقد يعني بطريقه عشوائيه كده. لا لا ده عشان كبير في الحجم ما بحسش الالكترون اللي بتتاخد مني. عايز واحد مليان جوك مليان مش فاهم لما اكون مثلا حاطط الدواء ده تقل ايه؟ فلو اتاخد مني حاجه مش باين ايه؟ الناحيه دي خست صح كده؟ ماشي كبير السيزيوم. فلو اتاخد مني الكترون ما بيحسش. يبقى اكتر واحد يفقد الالكترونات بسهوله مش كده يسموه اقوى عامل مختزل. يعني اكتر واحد يفقد الالكترونات بسهوله. حد فاهم حاجه ولا لا؟ فهمت فكره الفقد الكسائي؟ طيب السيزيوم الكسائي بيقول لك بيتعامل منه حاجه اسمها الخلايا الشمسيه. بيعمل منه خلايا شمسيه عشان يعني ايه؟ بيعمل منه يجيب من الشمس كهرباء ازاي ينزل الضوء على السيزيوم. السيزيوم الالكترونات بتتحرك بسرعه. ما هو الواد الالكترون يتفقد يدخل جوه السلك. فانا لما احط الفيشه كده الاقي فيه كهرباء جت منين؟ الشرايح اللي بحطها فوق السطح سيزيوم خلايا يعني دخل فيها شمس طاقه كهربائيه ولا طاقه شمسيه؟ شمسيه. طاقه شمسيه ضوء ولا حراره؟ الاثنين طاقتين مع بعض داخلين. خلوا الالكترون فقط اتحرك فهو افتقد السيزيوم اللي قاعد يقول له سلام يا الكترون. الكترون يبقى ماشي 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 ماشي. طب هو الالكترون بيشتغل زي بالليل؟ بيشتغل بالليل هو مجمع. عندي حاسه مكثفات انا واخدها بالفيزياء. الفيزياء هيقول لك المكثف مجمع للكميه الزائده. عامل زي ايه؟ زي الخزان. بطل افتكر كده ان المكثف عامل زي الخزان يخزن الكميه الزياده تفتح بالليل ينزل لك ايه؟ يعني في هنا بيبقى مكثفات. المكثفات عباره عن ايه؟ مخزن الالكترونات. والا كانت الدكتور كلها تكهربني بدل فيه. انا ما حطيتش الفيشه كده هتكهرب ليه؟ ما تكهربش لان في مكثف. المكثف بيجمع الكترونات. بيجمع الكترونات. لما انت تحب تحركها بتدي له ايه؟ بتدي له اذن. تقول له يلا حطيتك في الفيشه اتحرك. فيجي الالكترون اللي هو كان متخزن جوه المكثف مع انه طالع من الاستوديو من بدري. طالع من الاستوديو من الصبح يعني الاستوديو رماه. الاستوديو قال له سلام يا الكترون. الكترون مشى صح؟ ايه اللي خلى الكترون يتحرك؟ الحراره بتاعت الشمس. الشمس نزلت عليه خبط خبطه كده خبط السيزيوم. يلا السيزيوم ايه؟ الالكترون بتاعه ايه عشان هو حجمه كبير. الالكترون اتحرك دخل جوه مين؟ المكثف. المكثف يعمل ايه؟ يخزن. يقول لما انت يا بشر هتعزوني تعالى حط الفيشه انا هطلع لك الالكترون. يبقى المكثف بيعمل ايه؟ مجمعاتي. اول ما انت تحب الالكترون يتحرك بتستاذن المكثف. المكثف راح مطلع الالكترون. ده موضوع حطه في الفيزياء. احنا مش قصتنا موضوع حركه الالكترونات دي الاستفاضه هي وضعها الكهربائيه. الكهربائيه اصلا كلها مبنيه على فكره الالكترون. يبقى انا من هنا ورايح الكلام ده هيفيدني فين؟ في الباب الاول والباب الرابع. الباب الرابع اسمه الكهربائيه عندنا احنا اهو. يعني لما ادرس انا الكهربائيه هتسمع كلمه عامل مؤكسد وعامل مختزل. ولما ادرس العناصر الانتقاليه القناه الرئيسيه هادرس برضه العامل مؤكسد عامل ايه؟ مين فين دول؟ تمام كده؟ تحبوا تصوروهم انا ببعت لكم برضه ورق ليهم بس انتوا ايه صوروهم دول لحد بس ما نشوف انتوا ايه اللي هينتظموا ومش هينتظموا ونشوف الكلام ده بعد كده بنشوف. لكن دلوقتي احنا مبدئيا اول مبدا عندي العناصر كام نوع؟ كام منهم فلز؟ اللي فلز معلش الموضوع الاولاني كان صعب شويه عشان ايه الاجسام زاد مرهقه شويه. تعالوا افهم الاسهم. افهم يا شباب ايه؟ الاسهم من بدري قلنا سؤال. قلنا كده واحد سالني هنا سؤال. حد عاوز يكتب عشان امسح؟ انا حياتي تمام؟ بص يا استاذ تعالى انتوا هنا فين؟ اكتبت معادلات. سيبك من الدش ده. لما انا يا مستر بذاكر معادلات ومش فاهمهم. عارف ايه ساعتها مش فاهمها؟ شكرا لكم على مشاهدتكم لهذا الفيديو وتابعونا في فيديوهات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Over the next hill, that's where the big discoveries, that's the next frontier, it is in us to look farther and deeper, it's deep within us, that is why we are all here.